شارع او ما تلاقي لهم مش مأوى. الخير. السلام عليكم ورحمة الله. اتصل علينا صديق جارنا وقالنا في عندي قطة والدة، طبعا اخذتها هي في الكرتونة، وانا هي عشان الحرب هو كان يرميها بالشارع، فرن علي وزي ما قلت لكم. وهي وصلت البيت جايبة تلتة ولاد عينيهم بالمرة، طبعا حطهم عندي فوق خليكم معنا. طبعا هيتنا وصلنا السطح، انا عندي حضانة او مأوى للقطط الشوارع، وربنا ينصرنا على الاعداء. وهيك وصلنا السطح هذا، وهي الام وولادها. طبعا عينين الاولاد بحالة حرجة، طلعوا كيف. وانا راح احطها في القفص هذا عشان تتعود يوم وما تاخدش اولادها وترميهم بالشارع او ما تلاقي لهم مش مأوى. انا مش اني حبست اني راح اعذبها، يعني زي ما انتم عارفين البس بتنقل اولادها اذا حست بالخوف. هيات اولادها، تعال يا بطل. هاي زي ما انتم شايفين هذا كيف عينه، راح نعالجه برضه. وهذا الاسمر برضه عينه بادية يصير فيها فطريات. وهي هذا الاحمر، يا حرام كتير في عينهم فطريات وبدهم علاج. ومنيح اللي اتصل علينا. وحبايب قلبي اي حد عنده قط بده يرميه اي اشي يتواصل معاه، حضلكوا الرقم في الوصف. وشكرا لكم، تحياتنا. لا تنسونا من الدعم والاشتراك في القناة. وطبعا احنا هيات زي ما انتم شايفين هذا قط بلدي برضه، هذا تحت العناية كان مريض والحمد لله. وهي هدول برضه كمان، نفتح هذا. ابعد 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 يا بطة يا ولاد. طلع سبحان الله كيف الام. وهيك نخلص وربنا ينصرنا على اليهود ويرحم الشهداء. وانا هاي عملي تطوعي قمت فيه، ربنا يجزينا الخير. طبعا يا جماعة الخير، وهي جبنا مرتدلة للقطط اللي في المأوى تبعها، هي ما دول الجداد. كل يا حج كل، صح صح. خذ يا بطل خذ، يلا خذ. طبعا مننساش الحج هذا برضه، تعال خذ تعال. خذ، لا خذ يلا. شاطر. السلام عليكم. طبعا هيات اليوم الثاني عملت لهم بطاطا مسلوقة وعلبة سردينة عشان ما فيش دراي فود، لانه الدراي فود اغلبية الدكاكين اللي بيبيعوه مسكرين ويمكن ما فيش عندهم. طبعا هذا بندقه مع البطاطا المسلوقة وشوية خبز. السردينة هذه مفيدة بس اذا طعمتها لحالها غير مفيدة، ممكن انها تضر شوية القطط. خلص ابعدي الحين بطعميكي. زي ما انتم شايفين بنهرسه من طعم القطط. طبعا بعد الاكل هذا راح ايش ياخذوا دش مرتب. لانه السردينة هذه بتعمل ريحة لهم بتخوف. طبعا يا جماعة الخير هي جبنا الشاي المر لانه العياد البطارية مسكرة، والشاي المر ممكن يؤدي بالغرض لحين ما تفتح العيادة البيطرية. وراح نعالج القطط هذول اللي جبناهم امبارح. قرب شوية يا عم يوسف زي ما انتم شايفين.
هيات القط، هيات برضو جبنا الشاش عشان نحله عينيه، طبعا عشان هذا الالتهاب كتير حاد في عينه، راح نكتر له 3 مرات في اليوم مسح زي هيك بشفاوة. والثاني نفس الاشي. طلع برضو عينه كيف، نجيب له قطمة جديدة. قرب شوي، شايفين كيف القيح؟ قرب على البس يا يوسف. ثلاث مرات في اليوم بنعمل له. وهيات القم، فرجيهم القم كيف قاعده.